ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم مي محمود. هنشرح مع بعض النهارده، هنشرح Lecture 5 في الباثولوجي بعنوان Tumors of Urinary Tract. طيب احنا عارفين بارت 1 اللي هتكلم عنه دلوقتي هي تيومرز اللي تخص الكدني بس، تمام؟ طب التيومرز ايا كان التيومرز اللي بتكلم عنها لازم اقسمها، في منها البيناين وفي منها المالجننت، يعني في منها الحميد وفي منها الخبيث. طيب انا دلوقتي هتكلم على البيناين تيومرز. البيناين تيومرز باجي اقسمها ابيثيليال وميزوديرمال، يعني او ميزينكايمال. يعني ايه؟ في منها طالع من الابيثيليال اورجن فيها ابيثيليوم وفي طالع منها ميزوديرمال. طيب انا دلوقتي هتكلم على الابيثيليال. ايه ابيثيليال بيناين تيومر؟ في منها اول نوع اسمه كورتيكال ادينوما، كورتيكال ادينوما، والنوع التاني اسمه اونكوسايتوما. طيب هندي هنت عن كل واحده. كورتيكال ادينوما من اسمها ادينوما، يعني احنا دلوقتي اسمها ادينوما. ادينوما ده عباره عن جلاند. طيب تيومر طالع في الجلاند. انا بالنسبه لي انهي جلاند؟ بالنسبه لي الكدني. الكدني دي عباره عن جلاند عشان بتطلع ايروستروبيوتين هرمون، بتطلع رينين انزيم، كانزيم بتفرز حاجات كتيره، فانا معتبرها جلاند، يبقى هو ادينوما. طب كورتيكال، كورتيكال اللي هو جاي من الكورتكس، تمام؟ يعني هو تيومر طالع في الكورتكس. انهي حته بالظبط؟ التيوبيول. في فين بالظبط؟ يعني احنا عندنا دلوقتي التيوبيول، التيوبيول بتكون متبطنه بايبيثيليال كده، فهي طالعه في الايبيثيليال ده اللي موجوده في التيوبيول. التيوبيول دي اللي موجوده فين؟ في الكورتكس. بس يبقى هي الابيثيليال سيل اللي موجوده في التيوبيول اللي موجوده في الكورتكس. وطبعا عرفنا الادينوما اللي هي جلاند اللي هي الكدني بالنسبه لي، بنسميها اول نوع اسمه ايه؟ كورتيكال ادينوما. تاني نوع بسميه اونكوسايتوما. اونكوسايتوما ده احنا مش هنتكلم عنه خالص، لكن هو في البراكت موجود، يعني هي سلايدات شفناها في العمل، فانا هندي عنها هنت بسيط. هو اول حاجه الاونكوسايتوما بيطلع فين؟ بيطلع في الكولكتنج دكت. بيطلع فين؟ في الكولكتنج دكت. طيب جميل. الخلايا بتاعته بيكون شكلها ايه؟ يعني انا لما اشوفها تحت الميكروسكوب اعرف ان هي اونكوسايتوما. احنا هنشوفها في العمل، لو حضرتوا سكشن هتكونوا عرفتوها، اللي هي بتبقى عباره عن لارج ايزينوفيليك سيل. السيل بتاعتي دي بتكون كبيره، تمام؟ وايه؟ وايزينوفيلك، حمراء حمراء قوي. الدكتوره كانت بتقول عليها خلايا حمراء اصلا، تمام؟ بيكون فيها اباندنت ميتوكوندريا، يعني فيها ميتوكوندريا كتير، واحنا عارفين ان الميتوكوندريا ما بتتسبخش، صح كده؟ طيب جميل. معنى ان الميتوكوندريا ما بتتسبخش فبالتالي بتديني ايه؟ جرانيولار سايتوبلازم، بتديني شكل ايه؟ شكل محبب كده، تمام؟ طيب وزود برينيوكولار كليرنج. يعني ايه؟ يعني برينيوكولار كليرنج احنا بيبقى عندنا خليه، الخليه فيها نيوكليوس، بيبقى حواليها فيه ساعات فراغ، فراغ كده فيه حته فاضيه، الحته اللي حواليها دي فاضيه. طب دي بتبقى موجوده فاضيه فين؟ في الحاجات اللي فيها مالجنسي، حاجات ايه؟ التيومرز اللي فيها مالجنسي. لكن البيناين تيومر ما عندهاش برينيوكولار كليرنج او برينيوكولار هالو، تمام؟ يبقى هي دي عباره عن بيناين. اونكوسايتوما دي عباره عن ايه؟ ابيثيليال بيناين، تمام؟ فبالتالي ما بيكونش عندها برينيوكولار كليرنج. اللي عندها برينيوكولار كليرنج وهنعرفها بعد كده اسمها كروموفوب رينال سيل كارسنوما. رينال سيل كارسنوما انهي نوع؟ كروموفوب، تمام كده؟ طيب بعد كده هتكلم البيناين تيومر. احنا قلنا في منها ابيثيليال وفي منها ميزوديرمال. طب الميزوديرمال، ميزوديرمال زي مين؟ زي الرينال فايبروما. رينال فايبروما اللي هو فايبرس تيشو، تمام؟ هامرتوما، احنا فاكرين الهامرتوما ده كانت عباره عن تجمع لكذا حاجه. هامرتوما كان تجمع لبلاد فيزل، سموث ماسل، ليمف نود، وكان كذا حاجه كده مع بعض، دي هامرتوما، تمام؟ رينال هامرتوما. او عنده حاجه اسمها انجيو مايو لايبوما، من اسمها انجيو اللي هو بلاد فيزل، مايو سموث ماسل، لايبو اللي هو اديبوس تيشو. يبقى هو ليه ثلاثه اورجين، بلاد فيزل، سموث ماسل، اديبوس تيشو، تمام؟ طيب لايبوما، لايبوما من اسمها جاي من الاديبوستيش، لايومايوما سموث ماسل، ميكزوما، ميكزوما ميكس، ميكزوما اساسا ان هو جاي من الفايبرس تيشو، تمام؟ هيمانجيوما من البلاد فيزلز. طب ليمفانجيوما من الليمفويد تيشو او الليمفويد فيزلز، صح كده؟ او الليمف فيزلز، تمام. احنا كده اتكلمنا على البيناين ولازم نبقى عارفينهم كاسماء، ممكن يجي فيهم ام سي كيو. طيب المالجننت، المالجننت لما باجي اقسمها لازم اقسمها على اساس يا اما برايمري يا اما سيكندري. يعني ايه الكلام ده؟ برايمري اللي هي جايه لي من نفس الاورجن بتاع الكدني، يعني الاورجن بتاعه جاي كدني، تمام؟ لكن سيكندري، سيكندري ده كان عندي تيومر في حته ثانيه واتنقل راح للكدني، تمام؟ دي تفرق. طب ايه هي البرايمري؟ برايمري برضو بقسمها ابيثيليال وبقسمها ميزوديرمال. ابيثيليال اورجن وميزوديرمال اورجن. الابيثيليال اورجن واحده اسمها رينال سيل كارسنوما، ودي هناخدها بالتفصيل جدا دلوقتي فمش هقول عنها حاجه. طب ميزوديرمال زي الساركوما. الساركوما ده عباره عن ايه؟ هي عباره عن تيومر طالع في السموس ماسل، تمام؟ ليمفوما طالع في الليمفويد تيشو. طيب ومالتيبل مايلوما، مالتيبل ايه؟ مايلوما، ام ام اللي هي معناها مالتيبل مايلوما. طيب احنا كده عرفنا البرايمري. في منها بقى
ولا نوع ايبيثيليال برايمري برضه، بس ولا ايبيثيليال ولا ميزوديرمال، اسمه ويلمس تيومر. ويلمس تيومر او بنسميه نيفروبلاستوما، ده بيبقى عباره اقدر اقول عليه امبريونيك تيومر. امبريونيك ايه تيومر، وهناخده برضه الويلمس تيومر بالتفصيل في اخر الايه، في اخر المحاضره دي. تمام. السكندري بقى يعني ايه سكندري؟ سكندري يعني كان عندي تيومر هناك وبتنقل لي هنا. يعني ايه السكندري؟ يعني ممكن تلاقيه دايركت. دايركت اللي هو بيتنقل بشكل مباشر، يعني انا مثلا عندنا تيومر في حته معينه اتنقل بشكل مباشر للكيدني. او ليمفاتيك سبريد. يعني ايه ليمفاتيك سبريد؟ يعني عن طريق الليمف فيزلز، اللي هو بيبقى فيه عندنا الليمف فيزلز اللي بتودي في الليمف نود، واللي بعد كده تنتشر وتوديني للكيدني مثلا، زي الادرينال والبنكرياس، ده كله ممكن عن طريق الليمفاتيك يوديني. طيب عندنا ممكن بلاد ستريم، بلاد ستريم ميتاستاسيس، اي تيومر ممكن بالبلاد ستريم يحصل له ميتاستاسيس. يبقى احنا عارفين اساسا السكندري كنا عارفينه من زمان، يا اما دايركت يا اما ليمفاتيك يا اما بلاد فيزل. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا على التيومر بتاعت الكيدني. فانا مش هديكوا التيومر التقسيمه بتاعت التيومر بتاعت الرينال بلفز دلوقتي، لازم هقولها لكم ايه في بدايه البارت التاني عشان ما نتلخبطش. خلينا دلوقتي في تقسيمه التيومرز بتاعه الكيدني. انا لو جيتنا اتكلمنا بقى دلوقتي التيومرز بتاعه الكيدني، اول حاجه احنا هنتكلم عنها هي الرينال سيل كارسنوما. الرينال سيل كارسنوما ليها اسم تاني اسمه ادينو كارسنوما. يعني ايه الرينال سيل كارسنوما من خيالكم كده؟ رينال سيل كارسنوما احنا سائلين دلوقتي هي عباره عن ايبيثيليال اورجين، صح؟ ايبيثيليال اورجين. بناين ولا مالجنت؟ لا هي مالجنت. تمام كده. طيب يبقى عباره عن بيسيل اورجين مالجنت. طيب هنعرف دلوقتي شويه تفاصيل فيها. لو جيت قلت لكم الانسيدنس بتاعها، نسبه وقوعها، ويا ريت نحفظ الارقام، يعني ممكن يجي يلعب لنا في نقطه الارقام. ازاي؟ هقول لكم ان هي نسبتها من 1 لـ3% بتيجي في كل الفيسرال كانسر. يعني ايه فيسرال كانسر؟ الكانسر اللي بيجي في اللونج، الكانسر اللي بيجي في الاستومك، اي كانسر بيجي في الفيسرا بتاعتنا اسمها ايه ده بنسميها فيسرال كانسر. هي نسبتها قد ايه فيها؟ 1 لـ3%. ده رقم 1. رقم 2 هقول لكم رقم تاني اسمه 85%. 85% بتيجي في الرينال كانسر في الادلت، في الادلت. تمام. يبقى انا قلت لكم دلوقتي الادلت بيجي له رينال كانسر، كانسر في الكيدني. تمام. بنسبه قد ايه؟ 85% رينال سيل كارسنوما، بنسبه 85% رينال سيل كارسنوما. تمام. طيب التيومر بيكون اكتريته في الميل وما بين سن 40 ل 70 سنه، اكتريته في الميل ما بين سن 40 ل 70 سنه. يبقى احنا قلنا نراجع كده بسرعه، هي 1 لـ3% في الفيسرال كانسر، 85% في الرينال كانسر بالنسبه للادلت، وبتيجي في الميل اكتر حاجه سنه من 40 ل 70 ايه في الميل، 40 ل 70 سنه. تمام. طيب الاورجين بتاعه، الاورجين بتاعه احنا لسه قايلين دلوقتي هو عباره عن مالجنت ايبيثيليال اورجين، فهو طبيعي هيجي منين؟ من الايبيثيليوم بتاعت الرينال تيبيول. احنا عندنا رينال تيبيول متبطنه بايبيثيليال تيشو، يبقى هي او ايبيثيليال سيلز، فهي بتيجي في الايبيثيليا بتاعت الرينال تيبيول. وممكن تيجي كمان كومبليكيشن لبيناين تيومر. كان ايه هو البيناين تيومر الايبيثيليال اللي انا كلمتكم عنه؟ كان اسمه كورتيكال ادينوما. فاكرينه الكورتيكال ادينوما ده كان بيبقى عباره جاي من الايبيثيليا بتاعت التيبيول اللي كانت موجوده في الكورتكس، وقلنا ادينوما اللي هي كيدني جلاند، صح كده؟ طيب يبقى هو عباره عن بيناين تيومر ايبيثيليال اورجين، يبقى هو بتيجي ممكن كومبليكيشن لبيناين تيومر اللي هو كورتيكال ادينوما. يبقى ليها اتنين اورجين، ايبيثيليال بتاعت الرينال تيوبيول او الكورتيكال ادينوما. تمام. طيب ايه هي الريسك فاكتورز؟ يعني ايه الريسك فاكتورز؟ العوامل دي لو لقيتها بعرف ان المريض ده عنده قابليه اللي هو يحصل له رينال سيل كارسنوما. زي ايه مثلا؟ نسمي بالله ونبدا نعرف واحده واحده. انا لخصتها في جمله ممكن نعرفها بيها، هقولها لكم الجمله وبعد كده نبدا نقرا الكلام. هي عباره عن فيميل. تمام. الفيميل عارفين اللي هي بتاخد ايه؟ بتاخد استروجين او بتفرز استروجين. نفتكر الفيميل فيها استروجين. تمام. بتدخن وبتعمل في البناء سمينه وعندها ضغط عالي، واللي عندها تلات امراض في الكليه، فنتيجه التلات امراض في الكليه طبيعي هتغسل كليه. واي حد عنده مشكله في الجين، اعرفوا الجمله دي هنبدا نرتب على اساسها. اول حاجه انا قلت لكم فيميل، تمام، بتاخد استروجين، يبقى اول حاجه هي ان بوست استروجين ثيرابي. يبقى اول حاجه ان بوست استروجين ثيرابي، يعني هي واحده بتاخد استروجين ثيرابي. تمام. علاج استروجين. طيب تاني حاجه توباكو. التوباكو بتدخن، ودي اهم حاجه. ليه؟ عشان احنا قلنا توباكو سموكينج بتدخن. في سموكينج انتوا لو فاكرين كنا بنقول بتطلع لي حاجه اسمها ايه؟ كارسينوجين ماتيريال، مواد ايه؟ مواد مسرطنه. المواد المسرطنه دي بتبدا تعمل لي ميوتيشن في الجين. فمعنى عملت لي ميوتيشن في الجين، فهي بتروح تبوظ لي الخلايا وتخليها تتجنن وتبدا تعمل لي كارسنوما. يبقى هي ذا موست سيجنيفيكانت. يبقى ممكن يجي يسالني ايه هي الريسك فاكتور بتاعت الرينال سيل كارسنوما، يبقى نفتكر اهم واحده هي التوباكو اللي هي السموكينج، وهي عباره عن دبل انسيدنس، يعني مرتين من وقوعها. يعني هي لو التوباكو بس جت مش لازم يجي لي اي ريسك فاكتور تاني، هي دي كفايه لوحدها. تمام. يبقى احنا قلنا ادي فيميل بتدخن، بتعمل في البناء. تالت حاجه بتعمل في البناء، تعمل في البناء ازاي؟ اللي هي بتتعرض لحاجات البناء، مواد البناء زي ارسينيك برودكت، زي اسبستوس، زي البتروليوم، زي الهيفي ميتالز.
كل دي مواد بناء، انا افتكرتها كده اللي هي بتعمل في البناء، تمام. هي بتكون سمينه شويه، فهي هتكون اوبيسيتي، تمام، عندها ضغط عالي، هايبرتنشن، عندها 3 امراض في الكلى، ايه هما؟ كرونيك رينال فيلر، عندها فشل كلوي مزمن، كرونيك رينال فيلر اللي احنا عارفينه، عندها اكوايرد سيستيك ديزيز اللي هو بيبقى عباره عن برضو موجود في الكدني، وتيوبولار سكليروزس تصلب حوالين التيوبيول اللي هو سكليروزس حوالين التيوبيول بتاعت الكدني، تمام. فنتيجه ال3 امراض بتوع الكلى دول هتعمل ايه؟ طبيعي تعمل غسيل، يبقى هي هتعمل لي لونج تيرم رينال دياليسيس، لونج تيرم رينال دياليسيس، غسيل كلوي بشكل مزمن او طويل، تمام. واي حد طبعا عنده مشكله في الجين فهنقول عندها جينيتك فاكتورز. يبقى الجمله اللي انا قلتها لكم دي هي الريسك فاكتورز، يعني تقريبا اللي انا ايه عشان نقدر نفتكرها بيها، تمام. دلوقتي هتكلم على الايتولوجي بتاعت الرينال سيل كارسينوما، ايه السبب بتاعها؟ ممكن يكون السبب سبوراديك. يعني ايه سبوراديك؟ سبوراديك معناها اللي هو مش وراثي، اللي هو نوت هيريديتري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ملوش علاقه بالاب والام ولا اي امراض سابقه. او ممكن نقيه فاميليال. يعني ايه فاميليال؟ فاميليال يعني ايه هيريديتري؟ اللي هو بيكون له علاقه بالعيله. سبوراديك ده اللي هو موست كومن، والدكتوره اكدت عليه، اللي احنا المفروض نبقى عارفين مين هو السبوراديك، اللي هو الموست كومن، اللي هو بتاع مين؟ اللي بيسبب لي رينال سيل كارسينوما، تمام. طيب الفاميليال، الفاميليال ده اللي هو الهيرديتري، اللي هو بيبقى عباره عن اوتوزومال دوميننت. يعني ايه اوتوزومال دوميننت؟ احنا لو فاكرين حاجه عندنا اسمها اوتوزومال ريسيف. يعني ايه اوتوزومال ريسيف؟ من تفكيرنا كده اللي هو عندنا دلوقتي اب، الاب عنده جين والام عندها الجين، فلازم يكون الاب عنده الجين والام عندها الجين لنفس المرض عشان الطفل بتاعنا يجي له ايه؟ يجي له المرض ده، اسمه اوتوزومال ريسيف. لكن لو اوتوزومال دوميننت، الاب بس لو عنده الجين والام ما عندهاش، فالابن هيجيله، ده اسمه اوتوزومال دوميننت، تمام كده. طيب يبقى المرض بتاعنا اللي هو رينال سيل كارسينوما ده عباره عن اوتوزومال دوميننت، تمام. دلوقتي هنعرف ان هو الكلير سيل كارسينوما. احنا عندنا دلوقتي 4 انواع للرينال سيل كارسينوما، في منهم نوعين اللي هو الكلير سيل كارسينوما والبابيلاري كارسينوما، دول لازم بيجي لهم فاميليال. يعني هل هم مش هيجي لهم سبوراديك؟ مش هيحصل بسبب سبوراديك؟ لا، ممكن يحصل بسبب سبوراديك، وممكن كمان يحصل بسبب هيريديتري، لكن اللي بيجي له هيريديتري اكيد اللي هو الكلير سيل كارسينوما والبابيلاري كارسينوما. طيب انا دلوقتي لو جيت اتكلمت عن كلير سيل كارسينوما بيحصل ايه؟ الكدني عندها حاجه اسمها في اتش ال جين. يعني ايه في اتش ال جين؟ الفي اتش ال جين ده اسمها تيومر سبريسور جين، هنعرفها دلوقتي اللي هو اسمها ايه، تيومر سبريسور جين. يعني ايه تيومر سبريسور جين؟ لو انتوا فاكرين التيومر سبريسور جين ده جين عباره عن ايه، اللي هو بيثبط الخلايا اللي هي تكون تيومر، اللي هي تقول للتيومر اهدى خلاص مش هنكون دلوقتي تيومر. طيب انا دلوقتي لو في واحد عنده في اتش ال ديزيز، مرض اسمه في اتش ال ديزيز، طيب هو هيعمل ان اكتيفيشن للجين ده، هيعمل ان اكتيفيشن للفي اتش ال جين. يعني التيومر سبريسور جين مش هتشتغل، التيومر سبريسور جين بتتحكم في الجروس بتاع الخلايا والدي ان اي ريبير، فمعنى الاثنين وقفوا يبقى الجروس هيزيد جدا، يبقى الكانسر هيحصل هيتكون بسبب الفي اتش ال جين. يبقى الفي اتش ال جين متخصصه في الكلير سيل كارسينوما، تمام. بنلاقيه كمان بايلاترال. يعني ايه بايلاترال؟ يعني بلاقيه موجود في اتنين، في الاثنين كدني. يعني هو ما بتكونش بس موجوده في الكانسر موجود في كدني واحد بس، لا بلاقيه اتنين موجود في الاثنين كدني، لو كان هيريديتري في الكلير سيل كارسينوما، وبلاقيه مالتيبل عديد من الرينال سيل كارسينوما، تمام، بلاقيه ايه مالتيبل. لكن بالنسبه للبابيلاري، لا البابيلاري بلاقيه مالتيبل، بلاقيه بايلاترال يعني مالتيبل عديد، برضو بلاقيه بايلاترال موجود في الاثنين كيدنيز، وبلاقيه بابيلاري هيستولوجي يعني شكل البابيلا كده، شكل البابيلي اللي احنا عارفينه اللي هو بيكون شكل البابيلي كده، تمام. طيب دلوقتي هتكلم لكم على الجنرال فيتشرز. يعني ايه الجنرال فيتشرز؟ اللي هي الحاجات الخصائص العامه. دلوقتي المريض هيجي مش يشتكي لي من ايه بالظبط عشان اقدر اشخصه اللي هو عنده رينال سيل كارسينوما؟ اول حاجه هيجي يشتكي منها اللي هو البينلس هيماتوريا. يعني ايه بينلس هيماتوريا؟ اللي هو بيبقى عنده بلاد فيليورين. احنا عارفين الماتوريا يعني بلاد فيليورين، بيكون بينلس مش مؤلم. طيب احنا دلوقتي هنعرف ان البلاد فيليورين ده هو موست كومن اند ليت سيمتوم. تعالوا نركز كده، موست كومن يعني هو اكتر سيمتوم شائع موجود لازم لو لقيته، وبيكون ليت. ليه يعني ايه ليت؟ يعني متاخر، يعني بلاقيه اخر سيمتوم. طب ايه السبب؟ عشان خاطر احنا عارفين اللي هو الهيماتوريا ما بتحصلش، احنا عندنا الكدني اهي تمام، بيبقى هنا في بلفس صح، تمام. لما الكانسر يوصل للبلفس ساعتها نلاقي هيماتوريا، هيماتوريا اليورين البلاد نزل في اليورين. طب هي ما وصلتش للبلفس ولسه في الكورتكس، واحنا عارف هنعرف دلوقتي ان كل الكانسر اللي هيقابلنا هيبقى معظمه موجود في الكورتكس، تمام. فمعنى اللي هو موجود في الكورتكس وما وصلش للبلفيس، يبقى احنا مش هينزل بلاد في اليورين، تمام كده. فبالتالي ده ليت سيمتوم. طيب تاني حاجه ممكن يلاقي عنده بين في اللوين. يعني ايه بين في اللوين؟ اللي هو فلانك بين، اللي هو بيبقى عنده الم في ظهره كده، اللي هو احنا فاكرين ده الفيرتيبرال كولم كده في الظهر، هنا بيبقى عنده هي الحته بتاعه الجنب كده اللي هي ايه، يعني ظهره من ورا هنا كده،
لو انتوا فاكرين يعني الجزئيه دي احنا كنا شرحناها مره في الاناتومي اصلا. تمام. تالت حاجه البالببل ماس، بلاقي عنده بالببل ماس يعني ايه؟ كتله كده يعني مكان المكان الكني بلاقي فيه ماس كده بارزه لما بلمسها بيكون ظاهر بالببل يعني ايه ملمسها ظاهر بمعنى صح. عنده حاجه اسمها بارانيوبلاستيك سيندروم. يعني ايه بارانيوبلاستيك سيندروم؟ يعني دلوقتي سيندروم احنا عارفين كذا سيمتوم مع بعض بيكونوا لي سيندروم. تمام. هي بتكون بارانيوبلاستيك بسبب النيوبلازم اللي بيحصل ده بيكون لي شويه حاجات. يعني احنا دلوقتي ممكن واحد يجي له هايبرتنشن. يعني ايه هايبرتنشن؟ ضغط عالي. طب ده يحصل له بسبب ايه؟ بسبب زياده الرينين. احنا عارفين ان الكدني بتفرز رينين. طب انت عملت لي نيوبلازم في قلب الكدني فهو كلها دلوقتي بيفرز رينين، فزياده الرينين يعمل له هايبرتنشن. طيب لو زاد عندنا الباراثايرويد هرمون، لو انتوا فاكرين الباراثايرويد هرمون لو زادت عنده تعمل لي زياده في الكالسيوم في الدم فتعمل لي هايبركالسيميا. تمام. ادي هايبرتنشن وهايبركالسيميا. طب لو زاد عندنا الاريثروبيوتين هرمون، لو انتوا عارفينه الاريثروبيوتين هرمون اللي هو كان بيكون لي الار بي سيز والاي والوايت بلاد سيلز واللي هو الحاجات دي، معناها اللي زاد هيحصل عندنا حاجه اسمها بوليسايسيميا. بوليسايسيميا زياده الار بي سيز في الدم. تمام. طيب ممكن يحصل عنده هيباتيك ديس فانكشن اللي هو الكليه بتاعته مش شغاله كويس، سوري الكبد اللي هو الليفر، عنده الليفر ديس فانكشن. ممكن يحصل له فيمينايزيشن. ايه فيمينايزيشن؟ فيمينايزيشن هو ميل وعنده الكاركترز بتاعت الفيميل. تمام. اللي هو ايه بيبقى عنده نفس الكاركترز زي فاكرين اللي احنا كنا بنقول عليها زياده الاستروجين بروجسترون عند الميل كانت بتعمل له فيمينايزيشن، هي نفس الفكره. تمام. عنده ماسكلينايزيشن اللي هو زياده العضلات. ليه ماسكلينايزيشن؟ عشان احنا عارفين اللي هي الادرينال جلاند اللي فوق الكدني كانت بتفرز لي اللي هي الهرمونات اللي هو التستوستيرون والهيستروجين والبروجسترون، فالتستوستيرون زاد فهو دي كانت متحكمه، هو والاندروجين هم دول المتحكمين في تكوين العضلات فيحصلوا ماسكلينايزيشن. ونفس الكلام في الفيمينايزيشن، اذا كان في الفيميل لو فيميل يزود الفيمينايزيشن، واذا كان لو ميل يزود ايه الفيمينايزيشن عنده برضه. تمام. بعد كده هنتكلم، احنا عرفنا كده كلينيكال افكتس اللي هو يحصلوا بين الهيماتوريا بين في اللاين بالببل ماس وبارانيوبلاستيك ايه سيندروم، ولازم نبقى عارفين ايه هي الاعراض بتاعه البارانيوبلاستيك سيندروم عشان دي مهمه جدا. طيب بعد كده هنتكلم على السبريد. السبريد بتاعه هيكون دايركت يا اما بلاد يا اما لمفاتيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عارفين السبريد يكون بشكل مباشر يا اما عن طريق الدم يا عن طريق الليمفاتيك. طب بشكل مباشر ازاي؟ يعني احنا دلوقتي هي معظم هنعرف دلوقتي المعظم الرينال كانسر او رينال سيل كارسينوما بنلاقيها موجوده في الكورتكس. ادي الكورتكس وهنا ادي ايه، ادي كده المظله، ادي نعتبر دي كده المظله. تمام. فهي معظمها بتكون هنا. طب الميتاستاسيس هيحصل يا اما تروح للكبسول، تمام، اللي هو الدايركت، يا اما تروح فين؟ يا اما تروح للرينال كبسول يا اما تنزل للرينال مظله. تمام. يبقى يا اما تروح للرينال كبسول يا اما تروح للرينال مظله. ولو راحت للرينال كبسول فهتروح بقى للستراكشرز اللي حوالين الكدني، ولو راحت للرينال مظله هتروح تبوظ الرينال مظله وتمشي الايه تكمل معانا في الرينال بلفس والحاجات دي كلها. تمام. وممكن تمشي لحد ما توصل للرينال فين. اهم حاجه كلمه رينال فين عشان هتعدي علينا كمان في كانسر معين هنلاقي اللي هي بتروح للرينال فين، اللي هي بتروح للرينال فين، ولما طبيعي تروح للرينال فين الرينال فين بيصب فين؟ في الانفيريور فينا كيف. دي حاجه احنا عارفينها كلنا صح كده. تمام. ده ايه؟ ده الدايركت. طب البلاد سبريد دلوقتي لو في تيومر متشال في الدم طبيعي الدم كله بيروح يصفي فين؟ بيصفي في اللنج. تمام كده. اللي هو بيحصل له يحول دي اكسجينيتد بلاد للاكسجينيتد بلاد، فطبيعي نفتكرها ان التيومر اللي بيظهر في اللنج بيكون اكبر بكتير جدا من التيومر اللي بيظهر في الكدني، فبنلاقيها بتظهر فين؟ في اللنج. بعد كده بنلاقيها تروح للبون وتروح كمان للليفر. يبقى فين؟ اللنج والبون والليفر ماشيه في الدم، فممكن تروح لاي حته. مين هم بقى؟ اللنج والبون والليفر. تمام. الليمفاتيك سبريد، الليمفاتيك سبريد بتروح للبارا اورتيك، بارا اورتيك لينفنود. يعني ايه بارا اورتيك لينفنود؟ انت عارفين اساسا الكدني بتصفي فين؟ في انهي لينفنود من الاناتومي؟ في البارا اورتيك لينفنود، اللينفنود اللي حوالين الاورطه. تمام. واللي احنا بنسميها ريتروبروتونيه لينفنود برضه. تمام. طيب احنا كده خلصنا ايه السبريد بتاع التيومر. في حاجه اسمها ساركوماتويد تشينج. يعني ايه ساركوماتويد تشينج؟ احنا عندنا كل انواع رينال سيل كارسينوما الاربع انواع اللي احنا هنتكلم عنهم لازم نعرف اللي هو ممكن نهايتهم يتحولوا لمالجنان سيل. ايه هي المالجنان سيل؟ شكلها بتبقى شكلها ساركوما لايك فيتشرز. يعني عندها يعني ايه فيتشرز؟ يعني عندها صفات من صفات الساركوما. احنا عارفين يعني ايه ساركوما؟ احنا لسه قايلين فوق اللي هي بتبقى عباره عن تيومر ظهر بناين، سوري مالجنان تيومر ظهر فين؟ ظهر في السموث ماسل.
فهو بيكون انتوا عارفين سموث ماسل بتكون شكلها سبندل شيب شويه، فهي بتكون عباره عن المالجنانت سيل دي بقت واخده شبه خاصيه الساركوما لايك فيتشرز اللي هي هتلاقوها سبندل شيب هايلي مالجنانت، هايلي مالجنانت سبندل شيب. يعني كل الكانسرز اللي هنتكلم عنها اذا كان شكلها كيوبيكال، اذا كان شكلها كولامينر، اذا كان شكلها راوندد، ايا كان كلها ممكن توصل لي تتحول بقت مالجنانت سبندل شيب سيل، واللي هي بنسميها ساركوما لايك فيتشرز اللي هي حصل لها ايه، حصل لها ساركوماتويد تشينج. تمام. ودي بتكون هايلي اجريسيف تيومر، والتيومر بيبقى صعب جدا ولازم نبقى عارفينه، هايلي اجريسيف تيومر تشينج بيكون عباره عن حاجه اسمها بولي ديفرنشيشن. يعني ايه بولي ديفرنشيشن؟ يعني هو حصل له ما كونليش نفس خلايا الام، لا ده كون لي خلايا مختلفه زي ما قلت لكم اللي هي سبندل شيب، وتكون هايلي اجريسيف. تمام. اهم حاجه فيها ايه؟ هايلي اجريسيف تيومر. تمام. دلوقتي هبدا اتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاع رينال سيل كارسينوما. انا دلوقتي لو عايزه اقسمها فبقسمها على اساس السيتوجينيتك اللي هو ايه الجينز اللي جوه الخليه، والجينيتك والهيستولوجيكال، بنقسمها على اساس الثلاث حاجات دول اللي هو شكل الخليه ذات نفسها، والجيناتيك اللي هو الحاجات الجينز اللي جواها، وعلى شكلها ايه شكل تكوين التيومر ذات نفسه كوني بقى هيستولوجيكال شكله ازاي تحت الميكروسكوب. طيب هقسمه على اساس رينال سيل كارسينوما، بابيلاري رينال سيل كارسينوما، وكروموفوب، يبقى نعرفهم كلير سيل وبابيلاري وكروموفوب، وحاجه اسمها كولكتنج داكت كارسينوما او بنسميها بيليناي داكت، ودايما نركز في الاسماء التانية عشان هي غالبا اللي بتيجي في الامتحان. تمام. طيب انا دلوقتي هتكلم عن اول حاجه اللي هي بنسميها كلير سيل رينال سيل كارسينوما. كلير سيل رينال سيل كارسينوما احنا نفتكر كده، شايفين ادي واحده سي، ادي الثانيه سي، ادي ثلاثه سي، سيبنا من كلمه سيل دي، يبقى هي كلير رينال سيل كارسينوما اللي هي بيبقى عندها ثلاثه سي، احفظوا خليكم في دماغكم ثلاثه سي دي هنستخدمها في حاجه دلوقتي. طب انا دلوقتي هتكلم على الانسيدنس والباثوجينيسيس بتاعتها. اهم حاجه هو ذا موست كومن، يبقى لو جه سالنا مين هو الموست كومن رينال سيل كارسينوما عندنا، نفتكر هو الكلير. الكلير هو ذا موست كومن، نسبته من 70 ل 80%، نسبته عاليه جدا، اكتر نسبه هنشوفها النهارده اصلا. تمام. طيب سببه بيحصل بسبب ايه؟ احنا عارفين دلوقتي الكلير سيل كنت قايله لكم اللي هي بيجي فاميليال من ضمن اسبابه، كان بيجي فاميليال، قلت لكم هل جت فاميليال تلغي وجودها سبورادك؟ لا، ممكن كمان تيجي سبورادك، وعرفنا سبورادك اللي هي نوت هيريديتري. تمام. يبقى تيجي فاميليال وتيجي سبورادك، اللي هي سبورادك 95% اصلا بيجي سبورادك، وبيجي فاميليال وبيجي كمان مصاحب معاه في اتش ال ديزيز. ها انتوا فاكرين الفي اتش ال ديزيز؟ فاكرين، عشان احنا قلنا الفي اتش ال ديزيز ده كان بيعمل لي ان اكتيفيشن للفي اتش ال جين، معنى اللي هو حصل له ان اكتيفيشن اللي هو تيومر سبريسور جين، وقفناه معناها ان التيومر بيبدا يتكون ويكون الكلير سيل كارسينوما. ده الوحيده اللي عندها الفي اتش ال جين دي مين؟ هي الكلير سيل، ده النوع الوحيد. تمام. طيب الباثوجينيسيس بيحصل ازاي؟ لازم نبقى عارفينه. احنا دلوقتي قلت لكم الرقم 3 سي، فاكرين الرقم 3 اهو 3 سي ده؟ فاكرينه. طب احنا عندنا من اسمه عندنا كروموزوم رقم كام؟ عندنا كروموزوم رقم 3. تمام. كروموزوم رقم 3 نركز فيه، يا اما الكروموزوم رقم 3 ده حصل له ديليشن، يعني ايه ديليشن؟ شلت حته منه. تمام كده. او حصل له كروموزومال ترانسلوكيشن. يعني ايه كروموزومال ترانسلوكيشن؟ عندي كروموزوم تاني مثلا، عملت خدت حته دي من هنا وخدت الحته دي من هنا ونقلت دي هنا ونقلت دي هنا، اسمها كروموزومال ترانسلوكيشن. طب هيحصل كروموزومال ترانسلوكيشن مع مين؟ يعني 3 مع 6 و3 مع 8 و3 مع 11، يعني اخد كروموزوم 3 مع كروموزوم 6 اعمل كروموزومال ترانسلوكيشن، كروموزوم 3 مع كروموزوم 8 اعمل كروموزومال ترانسلوكيشن، او 3 مع 11 برضو اعمل كروموزومال ترانسلوكيشن. عرفنا ان احنا بنشيل حته من هنا مثلا ونكون جايه ايه جايين نقلها هنا، والحته دي هكون جايه نقلها هنا، هي بدي اسمها كروموزومال ترانسلوكيشن. ولازم نعرفين الارقام ما بين فرق ما بين 6 و8 كام؟ 2، و6 و8 و11 3. خلاص نحاول نحفظها بالطريقه دي. يبقى اما حصل ديليشن شلت خالص من كروموزوم رقم 3، او حصل عندنا كروموزومال ترانسلوكيشن، او حصل عندنا حاجه اسمها سوماتيك ميوتيشن. يعني ايه سوماتيك ميوتيشن؟ حصل طفره في الجين، يعني الجين ما عادش مترتب زي طبيعته. واي اكتر جين بيتاثر عندنا زي ما احنا عارفين؟ الفي اتش ال جين. الفي اتش ال جين، مين هو الفي اتش ال جين؟ احنا سائلين دلوقتي عليه اللي هو تيومر سبريسور جين، ده اكتر واحد بيحصل فيه ميوتيشن. معنى ان حصل فيه ميوتيشن عرفنا الاوعي كوين لكلير سيل رينال سيل كارسينوما، واللي هي بتكون نسبته 80% من الكلير سيل رينال سيل كارسينوما بيحصل بسبب الفي اتش ال جين، اللي هو مشكله ميوتيشن حصل في الفي اتش ال جين بتسبب لي 80% بيحصل منه كلير سيل رينال سيل كارسينوما. تمام.
طيب الجروس بيكتشر بتاعته لازم نبقى عارفينها، ده الاكيد اهم حاجه فيها بتحصل في البروكسيمال. اول واحده كلير، كلير اول واحده احنا بنبتدي التيبيول بتاعت ادي الجلوميرولاي تمام، وادي الايه البروكسيمال، وادي اللوبوف هنا وهنا الديستال صح. يبقى اول حاجه بتقابلني مين؟ البروكسيمال. يبقى هي اول واحده اتكلمنا عنها بتحصل في البروكسيمال تيبيولر ابيثيليوم تمام. ممكن تحصل في اي جزئيه تانية لكن هي بتفضل البولز. يعني احنا دلوقتي لو عندنا كدني بالشكل ده فهي بتفضل البولز، اذا كان هنا مثلا الابر بول او اللور بول، لكن هي بتفضل اكتر منطقه فين؟ الابر بول. بتحصل فين اكتر منطقه؟ اللي هي الابر بول تمام. بتكون شكلها عباره عن ايه؟ شكلها بيكون سوليتري. سوليتري يعني واحده، بتكون يونيلاترال. طب يونيلاترال في حاله ايه؟ لو كانت سبوراديك. يونيلاترال دي لو كانت في حاله اللي هي كانت سبوراديك. يعني ايه سبوراديك؟ يعني نوت هيريديتري. طب لو كانت هيريديتري، لا احنا قايلين عليها بايلاترال فوق، يبقى هي لو كانت هيريديتري بنلاقيها بايلاترال. يبقى هي اول حاجه بنلاقيها يعني ايه بايلاترال؟ يعني موجوده في الاثنين كدني. يبقى هي بتكون سوليتري يعني هي واحده بس، بنلاقيها يونيلاترال. يعني ايه يونيلاترال؟ يعني بتكون موجوده في كدني واحده لو كانت سبوراديك، او في اثنين كدني لو كانت هيريديتري. بنلاقيها سفيريكال يعني مدوره. يعني احنا لو شايفينها هنا اهو، يعني انتوا لو شايفين الصوره دي شايفينها بيكون ايه شكلها؟ آه بتكون سفيريكال تمام. بتختلف في التشيب. يعني ايه بتكون شكلها مختلف؟ وعلى اساس اختلافها في التشيب بتختلف كمان في، يعني هي بتبدا تبوظ لي الرينال اوتلاين. يعني انتوا لو شايفين الصوره دي اهي، طب ثانيه بس نغير اللون عشان تشوفوا هنا الصوره دي. ده مين؟ ده كدني نورمال اهو، ده نورمال كدني تمام. المفروض النورمال كدني تكمل كده صح؟ لا، ده هنا طلع لي تيومر، بيكون سفيريكال، بيكون سوليتري، بيكون موجود ناحيه الكورتكس، عشان احنا عارفين البروكسيمال تيوبيول. البروكسيمال تيوبيول موجود فين؟ موجود في الكورتكس، فهي موجوده ناحيه الكورتكس. فبالتالي بدات تعمل لي ديستورشن للرينال اوتلاين. يعني الرينال اوتلاين المفروض يمشي كده، لا ده هي بوظت لي الرينال اوتلاين كمان تمام. طيب لو جينا بصينا عليها خدت فيها كات سكشن، هلاقيها لونها برايت يلو. برايت يلو يعني ايه برايت يلو؟ يعني ذهبي، ذهبي مصفر. بسبب ايه؟ بسبب الليبيد اكيميليشن. يعني ايه تراكم الدهون اللي فيها؟ عشان احنا هنعرف ان الخلايا دي السيلز دي بتكون جواها الليبيد والجلايكوجين، مليانه بالليبيد والجلايكوجين. فلما بيحصل ليبيد اكيميليشن فيها كتير معناها بيبقى لونها برايت يلو تمام كده. بنلاقيها عندها اريا من الاسكيميك، عندها شايفين النقط السوداء دي اهي، دي اريا من الاسكيميا. بنلاقي كمان عندها اي زي اي مالجنسي، عندها اريا من الهيموريدج اند نيكروزز، ادي اريا من الهيموريدج والنيكروزز. وكمان عندها نلاقي اريا من السوفتنينج، في حته ايه دايبه فيها كده بتقول كون سوفتنينج تمام. اهم كلمه فيها المارجنز بتاعتها بتكون شاربلي ديفاين. يعني ايه شاربلي ديفاين؟ يعني انا قادر احددها، يعني اقدر الجراح يقدر يخش ويشيلها. مالجنسي بتاعتها ما بتكونش منتشره قوي والجراح يقدر يخش ويشيلها. ده شكل مين؟ الكلير رينال سيل كارس نوما. يبقى احنا عرفنا فيها اهم حاجه بتظهر في البروكسيمال تيوبيول وهي بتكون كده موجوده في الكورتكس، بتيجي في اي جزئيه لكن بتحب البولز بالاخص الابر بول، بتكون سولاتري، بتكون يونيلاترال في حاله السبوراديك، بتكون سفيريكال مدوره، وبتكون كمان مختلفه في الحجم. يعني مش لازم تبقى حجم واحد وتعمل لي ديستورشن لمين؟ للرينال اوت لاين تمام. لو خدت فيها كات سيكشن لانها برايت يلو، لقيت فيها كمان اسكيميا، لقيت فيها نيكروزس وهيموريدج، ولقيت فيها مساحات من السوفتنينج، اهم حاجه فيها المارجنز بتكون ايه؟ شاربلي ديفايند، اقدر احددها تمام. اتكلمنا كده عن ايه؟ الجروس بيكتشر. طب المايكروسكوبيك بيكتشر اهم حاجه فيها بنلاقي اللي هي بتكون لي ترابيكيولو. فاكرين اللي احنا بنقول ايه؟ بتكون لي ترابيكيولو تيوبيول. تيوبيول كده ترابيكيولو اشكال ايه؟ نغير اللون، بنلاقيها ترابيكيولي، ترابيكيولي ايه وتيوبيولز. يعني ايه شكل تيوبيولز وترابيكيولي مع بعضهم البعض تمام. شكل الخليه الواحده بنلاقيها راوند اور بوليجونال، يعني شكلها غريب او راوند مدوره تمام. بيكون اهم حاجه فيها السيتوبلازم بتاعها، لا اما الاقي كلير من اسمها كلير سيتوبلازم، عشان كده سميناها كلير سيل رينال سيل كارسنوما، او الاقيها جرانيولر. معنى لقيتها جرانيولر معنى اللي هنا بسبب مين؟ بسبب الميتوكوندريا. فاكرين لما قلت لكم فوق ان الانكوسايتوما لقيتها جرانيولر عشان خاطر وسبب وجود اباندنت ميتوكوندريا، هي نفس الكلام. يبقى لو انا عندي فيها ميتوكوندريا كتير فلاقيها جرانيولر، ما فيهاش واحده ما فيهاش ميتوكوندريا والاقيها ممكن كلير تمام كده. يبقى هي اهم حاجه لقيتها شكلها راوندد اور بوليجونال، لقيت السيتوبلازم جرانيولر اور ايه اور كلير تمام. طيب بعد كده بلاقي ما بينها وما بين بعضها بلاقيه في ايه؟ في فاسكوليتشر، في يعني بلاد سبلاي. طب البلاد فيزل اللي فيها ده، بلاد فيزل ده باين؟ لا ده هو اساسا متفرع برانشنج. وغير اللي هو برانشنج بلاقيه ديليكيت. ديليكيت معناه صغير قوي، يعني حاجات اساسا ايه لا توصف، صغيره قوي. شايفين الحاجات الحمراء دي هي اللي بقى ايه اللي هي بتلاقي فيها فاسكليتشر. هي ممكن كمان تلاقيها سيستيك اور سوليد ارياز، بتلاقي فيها سيستيك. سيستيك يعني سيست، يعني ميمبرين وجوه منه شويه فلويد صح كده. ممكن تلاقيها في هنا مش باينه في صوره الميكروسكوب دي، بس هي ممكن تلاقي فيها مساحات من السيستس ومساحات من السوليد ارياز، حاجات صلبه تمام. هي بتكون موستلي ديفرنشيتد، يعني غالبا بتكون ويل ديفرنشيتد. ايه فرق ما بين ويل ديفرنشيتد وبورلي ديفرنشيتد؟ ويل ديفرنشيتد يعني قريبه من نورمال تيشو، لكن بورلي ديفرنشيتد لا ده قلبت مالجنسي خالص. يبقى هي بتبقى عباره عن ايه؟ موستلي ديفرنشيتد، غالبا بنلاقيها
ديفرنشيتد، لكن ساعات ممكن الاقي فيها حاجات خلايا بتشير اللي هي عندها كاركترز من المالينجنسي، زي مين؟ زي نيوكليار اتيبيا. يعني ايه نيوكليار اتيبيا؟ يعني ابنورمال نيوكليوي، النيوكليوي بتاعتنا ابنورمال. الاقي في حاجه اسمها بيزار نيوكليوي. يعني ايه بيزار نيوكليوي؟ الاقي النيوكليوي بتاعتنا ديفيوز ديستريبيوتد، متوزعه كده ومنتشره، وبلاقي عندها برومينانت نيوكليوي، نيوكليولاي. يعني هي نيوكليوي كده برومينانت نيوكليولاي جواها، بلاقيها ديستريبيوتد، دي اسمها بيزار نيوكليولاي. ولاقي جوينت سيل، انت فاكرين الخلايا بتاعت المالجنسي كانت كبيره جوينت سيل وعندها نيوكليار اتيبيا وعندها بيزار نيوكليوي، دي يعني قاعده شاذه عن بقيه الخلايا اللي بلاقيها موستلي ديفرنشيتد. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الرينال الكلير سيل رينال سيل كارسينوما. طيب بعد كده هتكلم على مين؟ هتكلم على البابيلوري رينال سيل كارسينوما. البابيلوري اهم حاجه فيها، تعالوا نقارنها باللي قبل منها. لقيتها نسبتها من 10 ل 15%، لا ده دي كان نسبتها 70 ل 80، وقلنا اكتر حاجه الموست كومن هي مين؟ الكلير رينال سيل كارسينوما. تمام، يبقى دي 10 ل 15%. بتيجي برضو فاميليال وسبورادك، عشان انا قلت لكم اتنين بس اللي بيظهر فيهم الفاميليال، او الاثنين بيظهر فيهم الهيريديتري، اللي هي الكلير سيل والبابيلوري لو انتوا فاكرين. يبقى هي بتيجي في الفاميليال والسبورادك. تمام، هي اهم حاجه بتكون مصاحبه معاها كروموزوم رقم 3 برضو، يعني هي شبه اللي قبليها فاميليال. فاميليال يبقى كروموزوم رقم 3، افتكر هما الاثنين مشتركين في اللي هما فاميليال، فهما الاثنين مشتركين في اللي هما كروموزوم رقم 3. يعني ايه 3 بي ديبليشن؟ لو انتوا فاكرين اللي احنا لو كان عندنا كروموزوم، فالكروموزوم بيبقى شكله كده، صح كده؟ تمام، بيبقى الحته دي اللي هي الشورت ارم، الشورت ارم دي بنسميها بي لو انتوا فاكرين من الهيستولوجي، واللونج ارم كنا بنسميها كيو. فمعنى ان حصل اللي هو 3 بي ديبليشن، يعني ايه 3 بي ديبليشن؟ اللي هو حصل كروموزوم رقم 3 حصل ان هو الشورت ارم بتاعته ديليشن، بدا يحصل فيهم ايه؟ بدات تتشال الشورت ارم بتاعه الكروموزوم رقم 3. تمام، طيب اللي هو ذا موست كومن ايه؟ ايه هو ذا موست كومن؟ في حالات سبورادك وحاجات فاميليال. يعني ايه؟ يعني السبورادك ده هلاقي الشكل بتاعه هلاقي ايه؟ عندنا حاجه اسمها ترايزومي، لازم نبقى عارفينها برضو، هقولها لكم هنا. يعني ايه ترايزومي؟ ترايزومي ده معناها لو انتوا فاكرينها قلناها برضو في الهيستولوجي، اللي احنا عندنا مثلا كروموزوم رقم 7 كان في منه ايه؟ في منه 2 صح كده، واحده من الاب وواحده من الام، بيبقى عنده بير من الكروموزوم رقم 7. طب انا لو لقيت منه 3 في الكروموزوم رقم 7 ده معناها ترايزومي. تمام، طيب هي حالات الاسبورادك. الاسبورادك ده في حاله اللي هي احنا بنتكلم على البابيلوري، فالاسبورادك انا بلاقيه ترايزومي في رقم 7 ورقم كام؟ رقم 16 ورقم 17، 7 16 و17. وبالنسبه للميل بلاقي ان احنا المفروض الميل عنده اكس وواي صح كده، بلاقي ايه؟ بلاقي ان الواي بتاعته مش موجود، بلاقي اكس بس بالنسبه للميل. تمام، يعني هو كان عنده الميل كام؟ 22 بلس اكس اند واي لو انتوا فاكرين. فانا ما بلاقيش واي، وبلاقي كمان ترايزومي في رقم 7 و16 و17، ده لو كان سبوراتيك. طب لو كان فاميليال، لا الفاميليال القاعده تختلف. ازاي؟ اقول له الفاميليال لا، هو هيحصل ترايزومي برضو، لكن ترايزومي في انهي واحد بقى؟ في رقم 7 بس. يعني هو ترايزومي هيحصل، ادي اكس مثلا وادي اكس وادي اكس، ترايزومي في رقم 7 بس. تمام، اهو تعالوا نبص كده، نقرا اللي احنا سايلينه دلوقتي في البابيلوري. قلنا السبورادك بنلاقي ترايزومي في 7 و16 و17، 7 16 17، في رقمين فيهم 7، 7 و17، والرقم اللي قبل ال17 مين؟ 16. وحصل لوس للواي في الميل، لو كان ميل ففقد الواي عنده، لكن طبعا الفيميل ما عندهاش واي اصلا، هي اكس اكس، فبالتالي مش هتاثر عندها، هيبقى عندها بس ترايزومي في 7 و16 و17. تمام، طب وبالنسبه للفاميليا اللي عندها ترايزومي في رقم 7 بس، حصل ترايزومي في رقم 7 اللي هو ايه؟ اللي هو لو كان فاميليا. طيب في حالات كمان سبورادك، سبورادك اللي هو مثلا عندنا كروموزوم رقم واحد، مش هنسكت بس على 7 و16 و17، لا ده احنا عندنا كمان كروموزوم رقم واحد، ادي كروموزوم رقم واحد حصل فيه ايه؟ بيبقى السكند جين فيه ده حصل فيه مشكله، يبقى يا اما حصل مشكله في سكند جين، يا اما حصل كروموزومال ترانسلوكيشن ما بين ادي ده رقم واحد. تمام، وادي ايه؟ وادي رقم، وادي الاكس. فهو اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هو رقم واحد حصل كروموزومال ترانسلوكيشن ما بين هنا الاكس، ما بين اللي هو الاكس كروموزوم وما بين الكروموزوم رقم واحد. احنا عندنا ايه؟ عندنا الكروموزوم رقم واحد وعندنا الاكس كروموزوم، حصل هنا الحته دي اتشالت وراحت هنا، والحته دي اتشالت وراحت هنا، ده حصل فيها كروموزومال ترانسلوكيشن، وده بيكون سبورادك. تمام كده، تمام. بعد كده هتكلم على الجروس بيكتشر. طيب الجروس بيكتشر ما كانش ليها صوره، فانا هقول لكم التفاصيل اللي كان فيها. اهم حاجه فيها اللي هي بتكون موجوده في الديستال كونفوليوتد تيبيول، احنا قلنا الاولى مين؟ بروكسيمال، لكن دي موجوده في الديستال، احنا واخدينها بالترتيب، ادي اول واحد حصل فيها بروكسيمال، ثاني واحد حصل فيها الديستال، الديستال كونفوليوتد تيبيول. اهم حاجه برضو لازم نبقى عارفينها اللي هي بيكون بايلاترال، بايلاترال عشان احنا قلنا عليها فوق اصلا، احنا قلنا ثلاث كلمات اساسا في البابيلوري، قلنا اللي هي بتكون بابيلوري في الشكل الهيستولوجيكي بتاعها، الهيستولوجيكال بتاعها، وقلنا اللي بتكون مالتيبل
وبنقول قلنا عليها بايلاترال موجوده في الاثنين كيدني صح؟ اه صح. يبقى احنا قلنا مالتي فوكال، هي بنعيد نفس الكلام اللي هي مالتي فوكال بتكون مالتيبل، وبنلاقيها بايلاترال موجوده في الاثنين كيدني تمام، وموجوده فين؟ احنا زودنا دلوقتي اللي هي موجوده في الديستال كونفليوتو تيبيول، الثانيه كانت موجوده في البروكسيمال كونفليوتو تيبيول تمام. بنلاقيها هيموراجيك وبنلاقيها سيستيك، بنلاقيها هيموراجيك وبنلاقيها سيستيك في الليتشيب. يعني ايه سيستيك؟ قلنا ميمبرين، ميمبرين كده وشايل جوه منه شويه فلويد، يبقى بنلاقيها هيموراجيك بنلاقيها سيستيك. كل ما بتكبر في الحجم as it large، كل ما بتكبر في الحجم بتبدا تضغط. احنا عارفين اللي هو دلوقتي، يعني احنا عندنا ده دلوقتي مين ده كده الجلوميرولاي تمام، وادي البروكسيمال كونفليوتد تيبيول، وادي اللوبوف هنا، وادي الديستال كونفليوتد تيبيول، وادي الايه الكولكتنج دكت ايا كان. فاحنا دلوقتي كل كل ما بتضغط، هي يعني هي هنا في الديستال كونفليوتد تيبيول، كل ما بتكبر في الحجم بتبدا تضغط على مين؟ بتبدا تعمل بلج وتضغط على الكاليسز والبلفس. فاكرين هنا هنا بيبقى في كاليسز والكاليسز بتوصلني للبلفس، فبتبدا تضغطي على الكاليسز والبلفس. هي قالها تسكت على كده، لا هتبدا تعملي فانكشن، هي اساسا اسمها بابيلري، بابيلري يعني بتعمل فانكشن، فبتبدا تتورع وتعمل فانكشن في الكولكتنج دكت كمان لحد ما توصل لي. يعني هي مش هتسكت لكده، هتوصل كمان لليوريتر. انتوا متخيلين توصل للكولكتنج دكت وتروح للكاليسس، والكاليسس للبلفس، والبلفس تروح للايه لليوريتر. يعني هي ما عملتش بالج بس واللي هي ضغطت على الكاليسس والبلفس، لا ده كمان ممكن تعملي فانكيتنج في الكولكتنج دكت وكمان توصل للكاليسس والبلفس وكمان لليوريتر تمام كده. اوكي عندها هاي تندنسي كمان، اهي اللي قلت لكم عليها، اهي عندها هاي تندنسي اللي هي تنفيت فين؟ في الرينال فين. عندها قدره عاليه اللي هي تمشي في الرينال فين، وطبيعي اللي هي وصلت للرينال فين معنى اللي هي يعني هي اساسا وصلت للبلفس واليوريتر، فهي ممكن ترد عادي وتروح للرينال فين، خلاص دخلت في الرينال فين. معنى اللي وصلت للرينال فين، فهي الرينال فين بيصب فين؟ في الانفيريور في النجيفه، فدي حاجه طبيعيه. والانفيريور في النجيفه بيصب فين؟ في الرايت سايد بتاعه الهارت، فراحت صبت في الرايت سايد بتاعه الهارت. فتخيلوا التيومر مشي ده كله، يعني هي اكبر واحده واكتر بتعمل مشكله عشان بتوصل للرينال فين، والحاجات دي هي مين؟ البابيلي. يبقى البابيلي هي اللي بتوصل للرينال فين، والجمله دي مهمه جدا وممكن يتسال عليها في الامتحان تمام. طيب لو جينا بصينا بقى على الميكروسكوبيك بيكتشر بتاعتها، فانا لازم ابقى عارفه ان البابيلي رينال سيل كارسينوما، احنا اي بابيلي كان بيتكون من ايه؟ كان بيتكون اهو من الكفر والكور اللي في النص صح تمام. الكفر هنا بيكون متبطنه بايه؟ بكيوبويدال اور لو كولامينر سيل. لو 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 يعني ايه؟ صغيره. كولامينر سيل ما كانتش عاليه قوي وانما صغيره، يبقى ايه؟ كويبويدال او كولامينر سيل تمام، ده المتبطنه بيها من بره. طيب والكور، الكور بتاعي كان عباره عن جوه منه حاجه اسمها انتروستيشيال فوم سيل. انتروستيشيال فوم سيل، الانتروستيشيال فوم سيل ده عباره عن سيل هي بتاخد الويستز من الحاجات اللي جنبها او من الخلايا اللي جنبها. يعني هي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا، الخلايا دي بتاخد الويستز من الخلايا اللي جنبها. طب هاتي الخلايا اللي جنبها وهاتي الخلايا اللي جنبها، دي اسمها فوم سيل. يبقى هي الكور مليان بالفوم سيل. هل هتسكت بس على الفوم سيل؟ لا، ده كمان فيها حاجه اسمها ايه؟ صمومه على اظن هي بتتنطق كده، اسمها صمومه بوديز. يعني ايه صمومه بوديز؟ صمومه بوديز دي عباره عن كالسفايد بوديز اللي هي بتبقى عباره عن يعني اجسام كده عباره عن ايه؟ مترصبه من الكالسيوم، يعني كالسيوم حوالين بعض عملت لي كالسفايد بوديز تمام. موجوده فين؟ موجوده في الكور. طب وبالنسبه للستروما، الستروما اللي موجود في الكور بيبقى سكانتي وهاي فاسكولر، يعني مليان بالبلاد فيزل بشكل مش طبيعي، يعني سكانتي وهاي فاسكولر. يبقى انا لو رجعت وقلت لكم شكلها بيبقى عباره عن ازاي، يعني تعالوا نبص عليها كده اهو. لو جينا بصينا دي مين؟ دي الحته المترصبه دي، احنا قلنا عليها اسمها صمومه بوديز. صمومه بوديز عباره عن كالسفايد بوديز اللي هي بتبقى عباره عن كالسيوم صح مترصب. طيب دي مين؟ دي اللي في النص دي اللي هي بنسميها مين؟ اللي هي بنسميها انتروستيشال فوم سيلز. انتروستيشال فوم سيلز دي عباره عن ويست سيلز زي ما قلت لكم، بتلم الويستز من الخلايا اللي جنبها. طب واللي متبطنه من بره دي اللي هي عباره عن كيوبويدال او كولامينر سيل، دي شكل البابيلي. ده مين؟ دي اسمها بابيلري رينال سيل كارسينوما تمام. بعد كده هنتكلم على ثالث نوع اسمه كروموفوب. الكروموفوب احنا كل ما انتوا لو انتوا مركزين اللي كلير سيل 70-80%، طب بابيلري 10-15%، كروموفوب 5%، ده احنا كل مدى بنقل 5%. بتحصل ايه نتيجه ايه؟ حصل ايه؟ كروموزوم اللوس، مالتيبل كروموزوم اللوس. يعني مش كروموزوم واحد، لا احنا عندنا كذا كروموزوم، كذا كروموزوم، مثلا كروموزوم 7، كروموزوم 11، كروموزوم 1 2 4 ايا كان، حصل فيهم لوس، فقدت حته من هنا حته من هنا حته من هنا، حصل ايه؟ مالتيبل كروموزوم اللوس. مالتيبل، نركز كلمه مالتيبل عشان اللي بعديها هتفرقني عندي تمام. طيب ايه اهم حاجه فيها برضو اللي هي بتطلع فين؟ احنا عندنا دلوقتي الكولكتنج دكت، لو انتوا فاكرين الرسمه اللي انا رسمتها دي، الكولكتنج دكت دي كانت بتتقسم جزئين، جزء كورتيكال وجزء ميدالري. يعني هي الجزء ده تبع الكورتكس والجزء ده ميدالري. ميدالري يعني في المضله تمام. فاحنا اول حاجه بنسميها اللي هي بتطلع فين؟ موجوده في الكورتيكال بارت في الكولكتنج دكت، في الكورتيكال بارت في الكولكتنج دكت. نفتكرها كورتيكال سي، فبالتالي في الكروموفوب سي. كورتيكال سي موجوده في الكروموفوب، كروموفوب تمام.
شكلها بيكون عبارة عن ازاي؟ بيبقى عبارة عن solid tumor، بتكون عبارة عن with light brown cut surface، يعني هي بتبقى عبارة عن tumor صلب كده، لو خدت فيها cut section بلاقيها light brown، لونها ايه؟ لونها بني فاتح، تمام؟ يبقى هي عبارة عن solid tumor فيها لو خدت فيها cut section لقيتها بلاقيها لونها بني فاتح، تمام؟ طيب هاتي الشاحن، هاتي الشاحن بشغل كروموفوب. لا، الميكروسكوبيك بيكتشر مختلفه شويه. قال لي بتلاقي خلايا لارج سيل، خلايا كبيره، بتلاقي عندها بروميننت سيل ممبرين، يعني سيل ناخدها من بره كده، خلايا كبيره السيل ممبرين بتاعتها واضحه. طب بالنسبه للسيتوبلازم؟ لا، السيتوبلازم بلاقيه محمر، بلاقيه ايزينوفيلك، تمام؟ ايزينوفيلك سيتوبلازم، بيل ايزينوفيلك سيتوبلازم، يعني محمر على فاتح كده شويه. بلاقي فيها حاجه برينيوكليار هالو. ها حد فاكر برينيوكليار هالو معناها برينيوكليار كليرنج؟ فاكرين لما قلت لكم لما بيكون عندكم خليه، الخليه بيبقى في النص النيوكليوس، حواليها بيبقى فيه فراغ، اسمه ايه الفراغ ده؟ برينيوكليار ايه كافيتي، او برينيوكليار كليرنج او هالو، صح؟ قلت لكم دي مش موجوده عند الاونكوسيتوما، الاونكوسيتوما ما عندهاش برينيوكليار ايه هالو. ليه؟ عشان خاطر بين يوكلر هالو بيكون موجوده في المالجنسي بس. فهنا موجوده فين؟ في الكروموفوب. قلت لكم هي موجوده في الكروموفوب، فاللي مركز هيكون هيفتكر. يبقى احنا قلنا اول حاجه خلايا كبيره السيل باوندري او السيل ميمبرين بتاعها واضح، بلاقيها عباره عن بيل زينوفيلك سيتوبلازم، السيتوبلازم بتاعها بيل زينوفيلك. هل هو مليان حاجه؟ لا، بلاقيه فاضي او فارغ، بنسميه بيرن يوكلر هالو، تمام؟ بتكون لي مع بعضها سوليد شيتس حوالين البلاد فيزل، يعني عندي بلاد فيزل كده بتكون لي سوليد شيتس حوالين ايه؟ حوالين البلاد فيزل. تعالى اوريكم الصوره دي وهنحاول ايه نفهمها مع بعض. ادي اهي، ادي اول، احنا قلنا اول حاجه تعالوا نفتكر لارج سيل، تمام؟ عندها ايه؟ السيل باوندري او سيل ميمبرين بتاعها بروميننت، السيتوبلازم بتاعها لو ركزتوا فيها ايزينوفيلك بيل ايزينوفيلك سيتوبلازم. طيب هل هي فيها فراغ حواليها؟ اه، ده حته بيضه اهي، شايفين الحته البيضه اللي حوالين النيوكليوس دي؟ بنسميها ايه؟ برينيوكولار هالو، تمام؟ طب لو اتجمعت حوالين بعض، حوالين ادي بلاد فيزل، بلاد فيزل اللي هو اللي فيها الدم، بتكون لي سوليد ايه؟ سوليد شيتس حوالين البلاد فيزل، تمام؟ اخر نوع هنتكلم عنه بنسميه كولكتنج داكت كارسنوما، او بنسميه بيليناي داكت، اسمها كولكتنج داكت كارسنوما، او بنسميها بيليناي داكت. دي نسبتها 1% او اقل كمان، تمام؟ طيب هي بتبقى عباره عن عدد من الكروموزوم اللوس او ديليشن. يعني ايه كروموزوم اللوس؟ يعني انا بفقد عدد من الكروموزومز. انا سوري، هنا كنت بقول لكم اللي انا ايه بفقد حتت من الكروموزوم، لا انا ممكن افقد كمان عدد من يعني العديد من الكروموزوم بفقدها، يعني انا مش بفقد اي حتت منها، لا انا ممكن افقد الكروموزوم كلها في الكروموفوب. لكن في البيليناي داكت، البيليناي داكت نومة، انا بفقد ايه؟ بفقد عدد من العدد، مش كلهم، مش العديد، عدد حبه صغيرين من الكروموزوم اللوس، بفقد عدد ايه من الكروموزوم، او بعمل ديليشن اللي هو حتت منها، زي ما انا قلت لكم حتت منها بس هي اللي بتتشال. يعني عندنا كده حتت منها بس هي اللي بتتشال، بيحصلها ديليشن فين؟ في البلينوي دكت، تمام؟ طيب بتطلع فين؟ بتطلع في الميدالري بارت بتاعت الكولكتنج دكت. احنا عندنا دلوقتي دي بتبقى عباره عن جزئيه، دي الكورتيكال ودي الميدالري. فاكرين الكولكتنج دكت قلت لكم في جزئيه كورتيكال في الكورتكس، وفي جزئيه ميدالري موجوده في الميدالري. مين بتاعت الميدالري بقى؟ بتاعه الميدالري بارت هي بتاعه الايه؟ الكولكتنج داكت كارسنوما، او بنسميها بيليناي داكت، تمام؟ بتكون فيري اجريسيف. يبقى لما يقول لي مين هي الفيري اجريسيف اللي بتظهر في الكولكتنج داكت في الميدالري، هنفتكر كده مع بعض اللي هي بنسميها بيليناي داكت، تمام؟ شكل الجروث فيها ما كانش ليه صوره، هو بيكون رير فاريانت، يعني بيكون مختلف، يعني مختلف نادرا اساسا بنلاقيه. بيبقى عباره عن موجود في المظله بتاعه الكدني. موجود فين؟ في المظله بتاعه الكدني، عشان طبيعي احنا قلنا في الميدالري، في الكولكتنج داكت بتاعه الميدالري، الجزئيه بتاعه الميدالري بتاعه الكولكتنج داكت، فبالطبيعي الاقيه في المظله بتاعه الكدني. دي حاجه انت ما زودتنيش بيها معلومه. طيب لو جينا بصينا على الميكروسكوبيك بيكتشر، فانا هلاقيها ايه؟ بتبقى عباره عن ايه؟ بلاقيها عباره عن بتكون لي تشانلز، تمام؟ اور تيوبيولز او تشانلز، تمام؟ اهم حاجه التيوبيول دي بتكون متبطنه بايه؟ بهايلي اتيبيكال ابيثيليال سيل. يعني ايه ابيثيليال سيل هايلي اتيبيكال؟ يعني ايه اتيبيكال؟ يعني مش شبه بعض، يعني شكلهم مختلف، بيديني شيب او باترن مهم ولازم نبقى عارفينه، اسمه هوبنل باترن. هوبنل باترن يعني ايه هوبنل باترن؟ بسبب اللي هو الابيثيليا ما كانش منتظم وكان شكله عشوائي وشكله غريب، فبيكون لي هوبنل باترن. ده شبه الازاز المزخرف، شبه الكوبايه دي بالظبط، اسمها هوبنل باترن، تمام؟ يبقى مين اللي عندها هوبنل باترن؟ اللي هي بليناي داكت او كولكتنج داكت كارسنوما، تمام؟ احنا كده خلصنا الانواع، ويا رب ما تكونش عندكم فيها مشكله. يعني بعد كده هتكلم بقى على الستيجنج بتاعه الايه، الستيجنج بتاعتنا اللي هي بتاعت رينال سيل كارسنوما، اللي احنا بنسميها تي ان ام كالسيفيكيشن. حد فاكر تي ان ام كالسيفيكيشن؟ اه، ده احنا خدناها في سنه اولى. طيب احنا مش فاكرين التي ان ام كاختصار لمين؟ التي
كانت التيومر سايز اند انفيجن. يعني ايه؟ يعني التيومر حجم التيومر دي وبتعمل لي انفيجن قد ايه. طب الان ده الليمفاتيك سبريد يعني بتروح ليمفاتيك ولا ما بتروحش. طب الام كانت البلاد ميتاستاسز، كانت الام كانت ايه البلاد ميتاستاسز، هتروحت للدم ولا ما راحتش. فانا دلوقتي محتاجه اعمل ستيجنج، لكن مش ماليش دعوه بالان ولا الام، انا هاخد التي بس، في منها تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تمام. يبقى عندنا 4 تي تمام. اول واحد هتكلم عنه اللي هو بنسميه تي 1 تمام. ادي تي 1، التي 1 اهم حاجه اللي هي ليميتد في الكدني، يعني لسه التيومر موجوده في الكدني تمام، لكن اقل من 2.5 حجمها، اقل من 2.5 سنتي. طيب لو كانت تي 2، تي 2 هي بتبقى عباره عن ايه؟ برضه محشوره لسه في الكدني او لسه ما خرجتش بره الكدني، لسه ليميتد في الكدني لكن اكبر، بدات حجمها يزيد عن 2.5، عشان نفتكر رقم 2 موجود، فهو 2 ما بتحبش 2 فبالتالي زادت عن 2.5 تمام. يبقى هي زادت عن 2.5 سنتي. طب التي 3، التي 3 في منها 3 انواع، تي 3 اي تي 3 بي تي 3 سي. طب انا هتكلم على التي 3 اي، تي 3 اي اللي هي عملت انفيجن البرينيفريك تيشو، يعني راحت للتشو اللي حوالين الايه، حوالين الكدني. يعني هقول لكم ازاي، احنا دلوقتي لو عندنا كدني، ادي الكدني، فوقيها كده في الجلاند اللي هي لو انتوا فاكرينها الادرينال جلاند صح، وحواليها في ايه، في ايا كان، في كان انتوا فاكرين كان في فات اساسا حوالين الكدني، وكان في اساسا تيشوز تانية. فهو معنى اللي هي خرجت من الكدني راحت للبري نفرك تيشو، الخلايا اللي حوالين الكدني، وراحت للادرينال جلاند، دي بنسميها تي 3 اي. طب تي 3 بي معناها اللي هي وصلت للرينال فين، عدت مشت في الرينال فين وراحت للانفيريور فينا كيفا، لو انتوا فاكرين الانفيريور فينا كيفا تمام. تي 3 سي بقى اللي هي راحت للمنطقه اللي اعلى الفينا كيفا، فينا كيفا اباف دايفرام، لو انتوا فاكرين الفينا كيفا كان بيعدي على الدايفرام كده اللي هو الحجاب الحاجز، كان لو هي طلعت فوق الدايفرام الفينا كيفا فوق الدايفرام ده تي 3 سي تمام. طيب تي 4 بقى، تي 4 معناها اللي هي بايونت جورتا فاشيا، انا مش عارفه انطقها بس هي جورتا فاشيا. يعني ايه جورتا فاشيا؟ يعني هو ده بيبقى عباره عن ايه، انتوا لو فاكرين احنا عندنا كده دلوقتي ده كدني وده كدني تمام، وهنا كانت في لو انا واخده كات سكشن من انسان تمام، وده ظهره ماشي، وهنا ايه الانتيرير بتاعه، ده البوستيرير وده الانتيرير، فده الفيرتيبرال كولوم اللي هي الايه العمود الفقري، ودي كدني. فهو كان قدام الكدني هنا كده، حوالينا احنا كنا عارفين بقى ايه الكبسول والحاجات اللي بتمسكها، بغض النظر كان في هنا في فاشيا اسمها جورتا فاشيا. معنى اللي انا عديت الجورتا فاشيا وبدات اخش في هنا الحاجه بتاعه الابدومين، ده تي 4، انا خلاص ما عدتش منتظره ان انا اعدي في دم ولا اعدي في حته، لا ده انا خلاص دايركت اللي انا رحت كمان الايه الاورجنز بتاعه الابدومين، رحت الانتستين، رحت للاستومك، بدات الدنيا تبوظ خالص تمام. دلوقتي هتكلم كمان عن الويلمس تيومر. احنا كده اتكلمنا عن رينال سيل كارسينوما بكل ما فيها، ورينال سيل كارسينوما كنا عارفين اللي هي مالجنانت تيومر كان بيكون ابيثيليال اورجين تمام. دلوقتي هتكلم على الويلمس تيومر، وقلت لكم الويلمس تيومر ده كنا بنسميه امبريونيك تيومر، وليه اسم تاني لازم نبقى عارفين ثلاث اسماء، ولازم ابقى عارفه كل الاسماء بتاعت اي حاجه. يعني الويلمس تيومر ليه اسمه تاني، من اسمه نيفروبلاستوما، وقلنا ان البلاستوما دي بتشير اللي هي ايه، بتشير اللي هي مالجنانت، لكن في حاجات مش مالجنانت في البلاستوما، لكن هم عارفين اللي هي بلاستوما معناها مالجنانت تيومر، نيفروبلاستوما مالجنانت تيومر في البيبي، او مالجنانت تيومر في الامبريو، او امبريوما، امبريوما جاي من امبريولوجي، يعني امبريوما اللي هو تيومر ظهر في الامبريو الجنين تمام. طيب التعريف بتاعه عباره عن شايلد هوت تيومر، تيومر بيظهر في الاطفال تمام. هو بيجي من الرينال بلاستيما. يعني ايه الرينال بلاستيما؟ رينال بلاستيما ده عباره عن اماتيور كيدني ميزينكايم. يعني ايه يعني ميزينكايم؟ ميزينكايم ده بيبقى عبارة عن خلايا البريميتيف سيل اللي موجودة في الكدني اللي هتكونني كدني بعد كده، بتكون اماتيور، بيظهر منها. طب هي الخلايا دي كان المفروض يحصل لها ديفرنشيشن وتديني مين؟ الديفرنشيشن تتحول وتديني ميزوديرم، ديفرنشيشن تديني ابيثيليا، لو ميزوديرم تديني كونكتيف تيشو بلاد فيزل وفايبرز، طب ابيثيليا تديني تيبيول وجروميرولاي. طب كل الكلام ده ما حصلهاش ديفرنشيشن وبدات تاخد يطلع تيومر منها، فمعناها ان انا ممكن الاقي الحاجات دي في حته التيومر بشكل متفرق ومش في مكانها، وبيبقى الشكل غريب جدا، وده اسمه ميلمس تيومر تمام. بتقع فين؟ في البيك انسيدنس عند طفل عنده 2-4 سنين تمام. التيومر بيكون 20% في المالجنانت تيومر، يعني هو 20% من المالجنانت تيومر في التشيلدرن، يعني الاطفال اللي بيجي لهم مالجنانت تيومر بتكون نسبتها 20%، وبتكون بايلاترال، النسبه اللي بيجي له بايلاترال عند الاثنين كدني بتكون من نسبه 5-10%، يعني نسبه 5-10% بس اللي بيجي لهم بايلاترال في الاثنين كدني، و20% في الاطفال اللي بيجي لهم مالجنانت تيومر، يعني من الاطفال اللي بيجي لهم مالجنانت تيومر 20% منهم
والارقام يا ريت تتحفظ. تمام، دلوقتي هتكلم عن المورفولوجي. دلوقتي احنا لو عايزين نعرف الجروس بيكتشر بتاعتها، فنجيب الصوره معانا، هي بتكون لارج كبيره، بتلاقيها راوندد زي ما انتوا شايفين، مدوره. تمام، بتلاقيها لوبيوليتد، شايفين في فصوص من فيها كده، لو انتوا شايفين لو مركزين في الصوره هتلاقي فيها فصوص كده لوبيوليتد. يبقى احنا قلنا اول حاجه كبيره ومدوره وفيها فصوص لوبيوليتد، والاقيها ويل سيركمسكرايب. هل اي مالجنانت تيومر بلاقي ويل سيركمسكرايب؟ لا، هي بتكون ويل سيركمسكرايب، يعني قادر احددها، وبتلاقيها سوفت في الكونسيستنسي، الكونسيستنسي بتاعتها سوفت. طب ماشي. طيب بعد كده لو خدت فيها كات سيكشن بلاقيها بيل جري. يعني ايه بيل جري؟ يعني انتوا شايفين لونها، شايفين لونها رمادي شويه، رمادي فاتح. تمام كده بيل جري، وبلاقيها فيها سيستيك تشينج، شايفين فيها سيست، زي فيها سيستيك تشينج. تمام، يبقى احنا قلنا الجروس بيكتشر لقيتها لارج راوندد اند لوبيوليتد، ولاقيها ويل سيركمسكرايبد وسوفت ناعمه، ولاقيها خدت فيها كات سيكشن بلاقيها بيل جري وسيستيك تشينج، بلاقيها فيها سيستيك تشينج، بلاقيها فيها شويه سيستس. تمام. طيب تحت الميكروسكوب، تحت الميكروسكوب بيبقى فيها ثلاثه كومبوننت، متخيلين؟ تحت الميكروسكوب لازم نعرفها ثلاثه كومبوننت ومهمين جدا. مين هم؟ اول واحد اسمه بريمتيف بلاستيمال سيل. يعني احنا عارفين اساسا هي طالعه من البلاستيمال تيشو، صح؟ طب هي البلاستيمال تيشو ده مش هيبقى موجود؟ لا هيبقى موجود، هي طالعه منها، يبقى هي بتطلع من هلاقي فيها بريمتيف بلاستيمال تيشو او بلاستيمال سيلز، وهلاقي كمان ميزينكايمال كومبوننت. عشان انا قلت لكم البريمتيف بلاستيمال سيل دي كانت بتديني ميزينكايم، بتديني ابيثيليال، اهي هلاقي ميزينكايمال كومبوننت وهلاقي ابيثيليال كومبوننت. لو ركزنا في ثلاث حاجات هنتكلم عنه دلوقتي. البريمتيف بلاستيمال سيل هي بتكون لي منها نستس ايه ونستس وشيتس. يعني انتوا لو شايفين دلوقتي شكلها بيبقى نستس كده وشيتس. تمام. طيب بلاقيها شكل خليه الواحده من البريمتيف بلاستيمال سيل، بلاقيها راوندد اور اوفل، يعني شكلها مدور لا شكلها بيضاوي، وبيكون عندها سكانتي سيتوبلازم، السيتوبلازم بتاعها باهت شويه، دي بنسميها بريمتيف بلاستيمال سيل. وبتكون لي ايه؟ بتكون لي نستس وشيتس. طيب الميزينكايمال كومبوننت، الكومبوننت الثاني بقى بلاقيها بتكون لي مين؟ احنا عارفين الميزينكايم بيكون لي اذا كان فايبرس تيشو، بلاقي فيه فايبرس تيشو، سموث ماسل، ستريتد ماسل، بون وكارتليج، اي حاجه ميزينكايم بلاقيها موجوده فيه، اي تيشو بلاقيه موجود هو عباره عن ميزينكايم كومبوننت. يعني ممكن الاقي فايبرس تيشو، سموث ماسل، ستريتد ماسل، بون، كارتليج، كل الكلام ده. طب ابيثيليال كومبوننت، ابيثيليال كومبوننت زي امبريونيك تيبيول والجلوميرولويد ستراكشر. احنا عارفين دلوقتي اللي هو التيبيول والجروميرولاي، احنا عارفين الابيثيليا، الابيثيليا دي كانت بتديني ايه؟ بتديني التيبيول، صح؟ وكانت كمان بتديني الجروميرولاي، ممكن الاقي فيها تيبيول ولاقي جروميرولاي. يعني انا لو جيت كبرت لكم على الصوره دي، ادي دي مين؟ ادي جروميرولاي هي وتيبيولز. تمام، لو انتم شايفينها، وادي الخلايا الزرقاء دي اللي هي بريمتيف، اللي هي البريمتيف بلاستيمال سيل. وكمان عندنا اهو ده مين؟ دي فايبرز تيشو، وفيها سموث ماسل، وفي حاجات كتيره، دي اللي عباره عن ميزينكايمال كومبوننت. يبقى احنا اتكلمنا عنهم، اتكلمنا عنهم كلهم، ثلاثه كومبوننت موجود في الويلمز، ويلمز تيومر. طيب الطفل ده هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي اللي هو عنده لارج ابدومينال ماس، يعني يعني حتى الماس ما فضلتش، حتى الطفل صغير، يعني الماس مش هتبقى بالببل في ظهر بتاعه او في اللوين بتاعه او فلانك في الفلانك بتاعه، لا ده انا الاقيها كمان ظاهره في الابدومين، متخيلين؟ الماس ظاهره في الابدومين، في الابدومين عنده، فبلاقي لارج ابدومينال ماس، بلاقي عنده هيماتوريا. طبيعي، يعني ايه هيماتوريا؟ هو اساسا الكني صغيره بتاعته، فمعنى ان ظهر فيها ماس زي ده بالحجم ده، فضغطت في البلفس وعملت لي، وصلت للبلفس، فبدا يحصل عنده ايه؟ يورين، في بلاد في اليورين. تمام، فيحصل عنده هيماتوريا، يجي يشتكي عنده هيماتوريا، عنده لارج ابدومينال ماس، هلاقي عنده بين في الابدومين، لو اتخبط بس في الابدومين يفضل يعيط بسبب وجع في الابدومين عنده. تمام، طب اعالجه بايه؟ اعالجه براديو ثيرابي وكيمو ثيرابي. طب ليه اعالجه براديو ثيرابي وكيمو ثيرابي؟ طبيعي طفل عنده في باي لاترال مثلا تيومر باي لاترال، طب انا دلوقتي هفتح سيرجري واشيل له تيومر من ناحيتين، حرام، اعمل له راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي، وممكن اعمل له سيرجري وده بيقلل لي نسبه ايه؟ نسبه الريكرنس بتاعته. لو عملت له سيرجري وكان يوني لاترال واستحمل الطفل اللي انا اخش معاه سيرجري، فهو هيقلل لي كمان نسبه حدوثه تاني. السبريد الطفل يعني اي، اذا اي سبريد بيروح لوكال، يا اما لوكال يا اما بلاد يا اما لينفاتيك. لو كان لوكال نفس الكلام على فكره، يعني احنا دلوقتي موجود مثلا في الكورتكس، كنت بقول لكم يا اما بتروح فين؟ بتعدي الكبسول، صح؟ او ايا كان موجوده في المضله، عشان هي ما قاليش مكان محدد في الويلمز، ويلمز تيومر، وانما هي بنلاقيها ايه؟ ممكن تروح تعدي الكبسول، ومعنى اللي هي عدت الكبسول فهتروح للايه؟ للستراكشرز اللي حوالين الكدني، يبقى ده لوكال. طب بلاد احنا عارفين بتروح لين؟ فين؟ اللانج. قلت لكم هي بتكون اكبر في اللانج، اكبر من الكدني، نفتكرها كده، بتروح كمان للليفر، بتروح للبون والبرين، اهم اورجن عندنا هتروحه برين، انتوا متخيلين وصل للبرين؟ طيب الليمفاتيك سبريد، الليمفاتيك سبريد اللي هي راحت للبارا اورتيك ليمف نود، وصلت للبارا اورتيك ليمف نود. تمام كده. طيب
بعد كده اتكلمنا على الستيجنج بتاعت البيدياتريك رينال سيل تيومر. احنا بنلاقيها اسم تاني اسمها بيدياتريك رينال سيل تيومر، الوحيده المتخصصه للاطفال اصلا في رينال سيل تيومر عندنا اللي هي ويلمس تيومر، تمام. طيب انا دلوقتي عايزين نعمل لها ستيجنج، فعندنا بنقسمها ستيج 1 ستيج 2 3 4 اند 5. فستيج 1 بنلاقيها في موجوده في الكدني، واعمل لها اقدر اعمل لها ريسكتد. يعني ايه ريسكتد؟ يعني اقدر اشيلها عشان هي متحدده، واقدر ايه اعمل لها ريسكتد، اقدر اشيلها. طب ستيج 2 لا، ده بدات تعمل لي انفلتريشن كمان بره الكدني، تمام، لكن برضه اقدر اعمل لها ريسكت، خلاص انا معاكي. طب ستيج 3 لا، دي نون هيماتوجينس، ما وصلتش للدم لكن راحت للابدومين، عدتني عدت الحاجه ووصلت للابدومين. فاكرين الفاشيه اللي انا قلت لكم عليها اللي بتعديها ممكن توصل للابدومين؟ ده وصلت للابدومين من غير ما تروح للدم اصلا. طب ستيج 4 لا، ده راحت للهيماتوجينس الميستاسيس، راحت للدم. طب ستيج 5 واخر حاجه حصل فيها بايلاترال رينال انفولفمنت لدرجه اللي هي وصلت للدم، لفت السيركيوليشن وراحت كمان صابت الكدني الثانيه، عملت له بايلاترال رينال انفولفمنت. بس كده ده بارت 1، وبارت 2 ان شاء الله نكمل فيه. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله خير بإذن الله.